اذا قبل ما تتكلم على الحق عن خروج الحاكم وتجيب النصوص قل لي مين هو الحاكم اول في دين الله اللي انا يعني ملزم فيه. انا اقولكم لما يعني صارت وراثة وصار يستخدم فيها القوة اضطر الفقهاء اضطرار, وليس هذا هو المبدأ الاساسي في الدين, اضطروا اضطرار انه مرات هذا الحاكم قوته ما جاش بالطريق الشرعي لكن القوة. وكثير من الناس خصوصا زمان على فكرة كانت الناس اذا ايدته بالقوة, ما هي الناس كانت مش زي اليوم جيوش تفرز وتكون الجيوش ضد الناس اصلا, لانه كانت الناس هي الجيوش, ما دام معاه الناس وخلص واستقر الامر وقادها الامة اجتهدوا مش اصل في الدين انه خلينا نعتبر هذا الحكم شرعي لمصلحة المجموع. اذا هذا قضية اللي بتغلب يعني بغلب وبالقوة, هذا مش الاصل الشرعي, هذه الضرورات. اني ضرورات انه والله هيها دولة بني العباس اسقطت دولة بني امية بالقوة والناس كلها سكتت واستقرت الامور ومشيت تمام, احنا الان طب هذا مش شرعي. هم بيقولوا لك الفقهاء نعم مش شرعي, بس هذا الكلام يعني افضل من ما يطبوا الناس ببعض وتنقتل الملايين وتضيع كذا. اذا هو مش شرعي اللي بيحاول يقوله الامام المتغلب. وين الدليل هذا؟ ايش المتغلب بالقهر هذا؟ منين اجانا هذا؟ بالقرآن ولا بالسنة ولا اجتهدنا في 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 مسألة الضرورات؟ مسألة الضرورات ضرورات هي بس, مشان يعني يقولوا شرعي يعني مشو مسلك الامة والحمد لله ماشي, بس بحكم بالشريعة, انتبهوا ها, لانه زمان ما كانوش يتصوروا انه فيش حدا بحكم في الشريعة. طيب ممكن اثناء تصرفاته يظلم, في فرق, هو بحكم بالشريعة بشكل عام لكن بتعرفوا الناس سلوكياتها, يعني اذا انسان اغتاب غيره هذا شرعي مش شرعي, تجاوز في العقوبة مش شرعي, مش هيك, بطش في موقف ما مش شرعي, فهمنا. بس المهم السائد بين الناس ايش حكم الشريعة. والحاكم كان مع الشريعة. طيب اذا ذاك الزمان مع ذلك لعلمكم اكثر ما عانت منه الامة الاسلامية من حروب هذه القضية. ايش هي وليش حاربت الامة؟ اكثر ما عانت منه الامة من حروب هذه القضية, انه بدأ التغيير في مسألة الحاكم واصبحت البيعة ممكن احيانا شكلية, يعني مش جوهر زي اللي ابوها رافع عليها قبلت يا بنت ولا ما قبلتيش نجوزك لفلان, وقبلت يعني بالتهديد, هذه اللي قبلت بالتهديد وتجوزت ابنها شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي ابنها, شو نعمل احنا؟ لا يكون بدنا نعتبرها زانية, احنا قلنا لها يعني تقبل, هي تقول لا خلص انتهى الموضوع, بعد ما يجبرها بتقدر تبطل العقد, تمام؟ تقدر, بس الزواج صحيح, لانه لقيت بعضكم بيقول طب ما هو سيدي اجبر ستي او اللي هو يعني يعني لا شرعي تخافوش. عصور هذيك اللي بتحكم بالاسلام خلصنا. اذا من ايام الصحابة في ناس خرجوا فيه, وله الحسين ليش خرج؟ لانها مش شورى, الحسين رضي الله تعالى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم شو قال عن الحسن والحسين؟ سيدا شباب الجنة ودولة اسلامية وتحكم بالاسلام, ما جاش الحاكم بالطريق الشرعي, خرج الحسين وخرج زيد ابن علي ابن الحسين كمان, وخرجوا في يوم الايام علماء المدينة وقتل منهم في معركة الحرة 80 صحابي. ليش؟
إذن هل مارست الأمة رفض؟ نعم. في المقابل علماء كانوا يقولوا يا جماعة ما بنفعش خلاص، في يعني القيام على هذا الحاكم شر أكبر من خير. كان في وجهات نظر وقتها طبعا، في خرجوا وفي كانوا يرفضوا الخروج، يقول لك خلاص الأمة ماشية. ما هو مثلا تعالوا أنتم في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه 20 سنة أقوى دولة في العالم، أقام بناء دولة هائلة واستمرت على فكرة دولة الإسلام في النهوض على مستوى كل المستويات، الحضاري العلمي العسكري إلى آخره. اتساع رقعة البلد في العصر الأموي بلغت الأوج، حتى أن العباسيين استندوا إلى الأمويين في كثير من الشعب والناس، شايفين الدولة تبني وحضارة وعلوم وتفاصيل خلص ماله يعني بدنا نوقف على هالقضية. ما هي تمام. والعباسيين كانت أقوى دولة في العالم، تمام، ومش معنات أقوى يعني بس عسكري، لا في القضية البناء الحضاري والعلوم والتفاصيل هاي كله. طيب نيجي لعصرنا، ايش دخل الكلام القديم والأمة في اليوم وين اليوم، شو علاقته هذا؟ الناس بتطالب بحكم إسلامي، شو المعنى؟ معنى فيش حكم إسلامي، هاي أول فرق. الناس بتطالب اليوم بإيش؟ بحكم إسلامي، والحكام بقتلوا الناس ليش؟ لأنه بطلبوهم بحكم الله، وقتلوهم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مقتلوهم لأنهم بيقولوا بدنا شريعة الله. فأول ضلال إنه نجيب موضوع الشعوب الإسلامية قديما وحكامها ونرحل ونعتبر إنه هذا اليوم برضو اسمه حكام، وكأنه يعني المشترك كلمة حاكم، خلاص يعني المشترك بينهم كلمة حاكم. طيب نشوف، إذا لما يكون الإمام حق وجاء بالطريقة الحق، وشعرت إني أنا انظلمت، انا بقدر يعني اطلع اخرج على الحاكم بالقوة، ولا في طرق للتظلم؟ في طرق للتظلم يفترض يكون موجود في الدولة وخلاص، ولا بتصير فوضى؟ خلصنا من هذا الموضوع، ما تجيبوا ليش احاديث اذا تقول لي انه ننطيعه الحاكم، ما احنا فاهمين